مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Love Sonia. طبعا من اسم الفيلم بنتخيل اننا هنتفرج على رومانسية ونعيش قصة حب، ولكن انا جايلكم من المستقبل وبقول لكم اللي هتشوفوه عشان اللي مش جاهز ما يتضايقش. الفيلم ملوش علاقة بأي قصة حب، ولكنه عن قضية مهمة جدا هنعرفها سوا من خلال أحداث الفيلم واللي مأخوذ من قصة حقيقية. بتبدأ أحداث الفيلم بالتعرف على سونيا وبريتي وعمار، وبنعرف إن سونيا وبريتي إخوات وعمار زميلهم في المدرسة. اللي بيحب سونيا حب بريء، وبيبان إن هي كمان بتبادلوا نفس المشاعر بس مش قايلاله. بتعيش سونيا وبريتي في قرية من قرى الهند، وحياتهم بيكون غالب عليها الفقر والشقة في العيشة واللي عايشينها، وعشان كده بيساعدوا باباهم في شغله يجمعوا الحبوب من الأرض وينقلوها من مكان لمكان وهكذا. وبيبان إن سونيا مستسلمة وراضية بمعاملة أبوها وجفائه عليهم، في حين بريتي متمردة ومش عاجبها حياتها ولا أسلوب باباها، وعشان كده بينفعل الأب عليها لما بيشوفها مهملة في شغلها أو مش مركزة، ودايما بيعايرهم إنه مخلف بنات مش ولاد. وبتتكرر خلافات بريتي مع باباها، وفي كل مرة سونيا اللي بتحلها وبتصلح ما بينهم. وبتيجي سونيا في يوم تتكلم مع بريتي وتطلب منها تستحمل طريقة باباها لحد ما يجيلها ابن الحلال اللي ينتشلها من الحياة الصعبة دي، وياخدها يعيشها في مومباي أو نيودلهي، أي مدينة هتكون أحسن أكيد من القرية اللي عايشين فيها. بتعدي الأيام وظروف الأب بتصعب أكتر، وبيتضح إنه مديون لراجل جبار اسمه دادا ثاكور، واللي بيفضل يضغط على أبوهم علشان يرد له فلوسه، وده اللي بيوصل الأب إنه يبيع بنته بريتي لدادا ثاكور، وهو يسدد اللي عليه وكمان ياخد عليها فلوس زيادة. وفعلا في المدرسة سونيا بتلاقي أختها بتتاخد، فبتجري وراها لحد ما بتعرف مكانها وتوصل لها، وهناك بتشوف باباها وهو بيتمم البيعة مع دادا ثاكور، وبتنهار سونيا وبتحاول بكل الطرق تتوسل لباباها إنه يسيب لها أختها، وبتوعده إنها هتخليها تشتغل كويس وهيساعدوه في كل حاجة وهيسمعوا الكلام، لكن ده كله ما أثرش في الأب، وحرس دادا ثاكور طلعوا سونيا برا وأبوها تمم البيعة. ساعتها سونيا أدركت إنها مع أب على البطاقة، لكن ما يستاهلش اللقب ده. حياتها فجأة تحولت لجحيم بعد اختفاء أختها وصاحبتها واللي بتشاركها كل حاجة في حياتها، وعشان كل ده بتقرر سونيا إنها تهرب. وفي يوم بالليل بتتسحب وبتروح لدادا ثاكور وبتطلب منه يوديها لأختها، طبعا بيلاقيها فرصة إنه ياخدها ببلاش بدل ما ياخدها زي أختها ببيعة ويدفع فيها فلوس، وبيوصي دادا ثاكور مساعدته أنجالي على سونيا، وبيطلب منها تاخدها مومباي علشان تشتغل مع أختها. بتروح سونيا معاها وهي سايبة كل حاجة في حياتها وراها، سواء مامتها أو باباها أو عمار أو المدرسة، حياتها كلها، وما كانش شاغل بالها غير حاجة واحدة بس، وهي إنها ترجع أختها مرة تانية. وفي الطريق لمومباي بتنزل أنجلي مع سونيا الاستراحة في مكان يباتوا فيه للصبح ويكملوا رحلتهم لمومباي. وهناك أول ما بتوصل سونيا الفندق أو اللوكاندا بمعنى أصح، بتلاقي كمبيوتر، فبتطلب من الريسبشنست يسمح لها تدخل على إيميلها عشان تشوف لو أختها بعتلها حاجة، لكن أنجلي بترفض. بس على مين؟ سونيا ماشية بمبدأ كل واحد حر يقول اللي عايزه، وهي حرة تنفذ اللي عايزاه. وفعلا بالليل بعد ما أنجلي بتنام بتنزل سونيا علشان تشوف الإيميل، وهي بتشوفه بيحصل كلام بينها وبين الريسبشنست، واللي بيعرف منها إن أنجلي مش أمها، فبينصحها تهرب وبيديها فلوس تخليها قادرة إنها تنفذ بجلدها، وبينصحها إن الست دي المشي وراها غلط، بس هدف سونيا إنها تلاقي أختها، كان يستاهل المغامرة والمجازفة، وقد كان. أول ما بتوصل سونيا مع أنجالي المومباي، بتتحول أنجالي لشخصية حادة وعنيفة، بتوصلها البيت دعارة وتبعها هناك وتمشي. وبتتصدم سونيا من الفجر والانحراف اللي شايفاه حواليها، وبتكون قاعدة بتدور في وسطهم على أختها بريتي، بس مفيش فايدة ومش بتلاقيها. وبيشوفها صاحب المكان اللي اسمه بابو، وبيعجب بيها وبجمالها، وأكتر حاجة بتعجبه براءتها وإنها ملهاش أي علاقات سابقة، أو بمعنى أدق عذراء. بتحاول سونيا في البداية تتمرد وترفض تبقى واحدة منهم، وفي وقت قدرت تهرب من البيت وتبلغ البوليس، لكن على مين؟ بابو مسيطر ومزبط مع البوليس شخصيا وقدر يرجعها، وساعتها عاقبها بحبسها مع تعبان، ووعدها إنها لو سمعت الكلام هيخليها تشوف أختها. ومن هنا بتبدأ سونيا تستسلم للشغلانة اللي مجبورة عليها، لكن بنلاحظ إن بابو مهتم جدا يحافظ على عذريتها، وده بسبب إنه بيجهز لصفقة لبيعها، واضح إن تمن العذراء أغلى وأقيم من غيرها. وبتعدي الأيام على سونيا وكل يوم أسوأ من اللي قبله، لحد ما بيوصل للبيت زبون اسمه ديباك، وبيشوف سونيا ويطلبها بالتحديد، ولما بيدخلها الأوضة مش بيعمل معاها أي علاقة، لكن بيبدأ يتكلم معاها،
وبنعرف انه ناشط اجتماعي ومؤسس لحمله بيساعدوا البنات القاصرات اللي زي سونيا، وبيقول لسونيا ان في بنت تانيه معاهم في البيت تحت السن برضه وبيساعدها. بتحس سونيا ان ديباك هو الامل اللي ممكن يخرجها من الكابوس اللي هي فيه، وفي يوم بتتسحب لمكتب بابو وتفتح اجندته لحد ما بتلاقي ارقام كل بيوت الدعاره التانيه اللي بيملكها، وبتدي الارقام لديباك وتطلب منه يساعدها توصل لاختها يمكن تكون في بيت منهم. بعد ما سونيا بتتمسك بالامل بتبدا برضه تتمرد تاني في تصرفاتها وتعاملاتها لحد ما بيشتكوا منها البنات انها بتشوف نفسها احسن منهم ومش مستسلمه للمكان اللي هي فيه. الكلام ده بيوصل لبابو فبياخدها بعربيته علشان تقابل اختها في عربيه تانيه. بتوصل سونيا وبتبقى مش مصدقه نفسها انها اخيرا مع اختها، بس بتتفاجئ وكلنا الحقيقه بنتفاجئ برد فعل اختها البارد والرافض لوجود سونيا. ومش بس كده، دي كمان بتتهمها انها السبب في اللي هي وصلت له، وانها كانت عارفه ببيع باباهم ليها وما حذرتهاش. بعد الكلام ده سونيا بتنهار وبتبقى مش مصدقه ان اختها رفضت تتكلم معاها، وكمان بتتهمها انها السبب في كل ده بدل ما تشكرها انها سابت حياتها وعرضت نفسها للخطر واترمت زيها في نفس الكار. بابو مش بيكتفي بصدمه سونيا وبس، لا ده كمان بيجيب واحد من الشارع وبيهديله سونيا علشان يعمل معاها علاقه سريعه في العربيه، وكل ده مقابل سيجاره، شيء في منتهى الرخص. سونيا بتبدا تستسلم لحياتها السودا دي بعد مقابلتها لاختها، في الوقت اللي ديباج بيجيب الشرطه وبيهجم على البيت بتهمه تشغيل بنات قاصرات زي سونيا والبنت التانيه زميلتها. بتقوم حاله الطوارئ في البيت، وبيطلب بابو من مساعدته الشخصيه وايده اليمين ديدي انها تخبي سونيا والبنت القاصره التانيه في المخبأ السري. ومعلومه على جنب كده، ديدي عندها مرض بينتقل جنسيا، ونركن المعلومه دي شويه ونرجع لها. وفعلا بيستخبوا البنات والشرطه بتدور في كل مكان لحد ما تلاقي البنت القاصره زميله سونيا، وفي اللحظه دي بيكون بابو كلم صاحبه اللي في الشرطه برضه عشان يجي يسيطر. فصاحبه بيوصل وبيخرج الشرطه وديباك اللي بيكون ما قدرش ينقذ غير زميله سونيا، لكن سونيا بتتعمد انها تختفي تماما وما يتمش انقاذها، وكانها بتنتحر بالبطيء. بعد الموقف ده بابو بيلاقي نفسه في مأزق لانه كان عامل صفقه كبيره لبيع البنتين العذاره اللي هم سونيا وزميلتها، ودلوقتي زميلتها راحت وديباك قدر ينقذها. فبيقرر بابو يبيع ديدي بما انها في كل الحالات عذراء بسبب مرضها. بتتصدم ديدي وبتلاقي انه بيحصل فيها نفس اللي كانت بتعمله في البنات، بعد ما كانت بتشغلهم بقت هي اللي بتشتغل. وبيتم شحن سونيا وديدي للصين، ومن الصين لامريكا، ومن زبون لزبون. وفي الوقت ده بتتطور علاقه سونيا بديدي اللي كانت وحشه جدا بسبب قسوه ديدي عليها واجبرها طول الوقت على الغلط لما كانوا في بيت الدعاره. بتحكي ديدي قصتها واللي بنعرف منها انها تعرضت للاغتصاب وهي مراهقه، واللي احتواها في الوقت ده كان بابو، وفضل يستدرجها لحد ما فجأة اكتشفت قذارته بعد ما بقت جزء منه وما بقالهاش حد غيره. وفي أمريكا بتروح سونيا لزبون غني جدا، وهناك في بيته بتلاقي لابتوب بتقدر من خلاله تدخل على الإيميل بتاعها، وبتلاقي إيميل من عمار بيقول لها فيه إنه بيدور عليها في كل حتة، وإنه سافر لمومباي علشان يلاقيها وهيفضل يدور لحد ما يوصل لها. بتحس سونيا بالسعادة إن في حد بيحبها ومقدرها وبيدور عليها، وبترجع تحكي لديدي على ايميل عمار، وديدي بتتعاطف معاها. فتاني يوم في حفلة شمال في شمال بتقرر ديدي تنتحر قدام كل الحضور عشان تشتت انتباههم وسونيا تقدر تهرب. تهرب من كل العك ده وتبدأ حياة جديدة بعيد. قررت ديدي تضحي بحياتها لأنها أدركت إنها في كل الحالات وبسبب مرضها حياتها منتهية وملهاش حد يستناها. لكن سونيا على الأقل في عمار مستنيها وبيدور عليها. وبتنجح خطة ديدي وبتقدر سونيا تهرب. بتكون مش عارفة تبدأ منين، وكل اللي بتتمناه وقتها مجرد لقمة، لدرجة إنها بدأت تدور على أكل في صندوق الزبالة. وفي الوقت ده بتشوفها واحدة وبتسلمها لمكان آمن للنساء المعنفات، وهناك بيحاولوا يأهلوها نفسيا تتخطى كل اللي شافته في حياتها. ومش بس كده، دول كمان كانوا على اتصال بمنظمة ديباك، واللي كلمهم وبلغهم إنه قدر يوصل لبيتي وينقذها، وإنها في الجمعية الآمنة للنساء بتاعة ديباك في مومباي. وأخيرا كلمت سونيا أختها بريتي فيديو كول، وكانت فيها بريتي كويسة مش زي المرة اللي فاتت، وبنعرف إنها مرت بظروف صعبة خلتها تدمن، وده اللي كان مخليها مش في حالتها الطبيعية. بتوعدها سونيا إنها هترجع لها مومباي بس بعد ما يتم تأهيلها. وبعد أكتر من 3 شهور بترجع سونيا لجمعية ديباك اللي فيها أختها، وبتتصدم لما توصل وما تلاقيش أختها، وبتكتشف إن بريتي رجعت للإدمان تاني ومشيت وسابت الجمعية. ورغم إحباط سونيا إلا إنها ما فقدتش الأمل تلاقي أختها.
قررت إنها هتفضل تدور وتحاول لحد ما ترجعها مرة تانية، بس اختارت تكمل حياتها في جمعية ديباك وسط ناس اعتبرتهم أهلها وحست معاهم بالأمان ما حستوش مع أبوها، واللي بيتضح إنه كان بيدور عليها طول المدة اللي فاتت لحد ما بيوصل لها هو ومامتها. لكن سونيا بتتجاهله تماما وبتسلم على مامتها وهو بيبان مكسور قدامها وبيمشي من غير ما تبص في وشه. ومش بس أهلها اللي قدروا يوصلوا لها، كمان عمار وصل لها، وده كله كان دعم نفسي بالنسبة لها. حسن نفسيتها وقواها وبدأت تتعايش مع حياتها الجديدة، وفي نفس الوقت فضل عندها الأمل توصل لبريتي، وبقت تبعت لها إيميلات وتوعدها إنها هترجعها لحياتها الطبيعية من تاني وهتقف جنبها علشان تتخطى كل اللي شافته. وفي النهاية بينتهي الفيلم بإحصائيات عن كمية البنات اللي بيتعرضوا لتجارة جنسية زي اللي تعرضت له سونيا وأسوأ. والحقيقة إن الأعداد تخض، وبيبان إن في أماكن كتير في العالم لسه عايشة في جهل وفوضى وعشوائية. الحرية والأمان لكل اللي بيتعرض للي شافته سونيا، والملخص من الفيلم إن الحياة قرار. الظروف اللي تعرضت لها سونيا هي نفس الظروف اللي تعرضت لها بريتي، بس في اللي قاوم وصمم يحتفظ بشخصيته الحقيقية النظيفة، وفي اللي استسلم وارتاح لدور الضحية وقرر يمشي مع الطيار زي بريتي. انتوا ايه رأيكوا؟ انك تكون ضحية ده اختيار ولا قدر؟ الحلقة دي من كتابة ريم هشام المعريفي وتعليق صوتي ستيفن حليم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.